يقول الله تبارك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما في الحياة الدنيا فالبشرى لهم لها صور، منها الرؤية الصالحة يراها أو ترى له، منها السكينة والطمأنينة التي تكون في قلبه، منها ثناء الناس عليه ومحبتهم له، منها التوفيق الذي يراه من الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. كل هذه بشارات من بشارات الدنيا، منها أن يوفق في أموره الدنيوية والأخروية، في عباداته وعاداته، هذه كلها بشرى، دليل على قربه من الله تبارك وتعالى، هذه يبشر بها في الدنيا. وهناك في الآخرة، أول أيام الآخرة عند موته وفي قبره، ثم في الآخرة في جنات النعيم في رؤية ربه تبارك وتعالى، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. يقول الله تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، يعني يودع هذه الدنيا، انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، لحظات الموت، يقول: حضرته ملائكة بيض الوجوه، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة حتى يجلس منه مد البصر، فيأتي ملك الموت فيقبض روحه فتخرج كما تخرج القطرة من في السقاء. شلون نقطة الماء تسقط بسلاسة من الصنبور، تسقط هكذا من في السقاء، هكذا تخرج روح المؤمن كما تخرج القطر من في السقاء، فلم يلبثوا أن يأخذوها منه، أي الملائكة يأخذونها من ملك الموت فيضعونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ ما هذه الرائحة الطيبة؟ فيقول: هذا فلان ابن فلان بأحب أسمائه إليه. وفي هذا رد على من يقول إن الإنسان ينادى يوم القيامة باسم أمه، غير صحيح، ينادى باسم أبيه، وهذا قول الرافضة، يقول ينادى باسم أمه، وذلك للتشكيك في أنساب الناس، وأنه قد لا يكون هذا أبا له، وهذا كلام فاضي، بل ينادى باسم أبيه: فلان ابن فلان بأحب أسمائه إليه، ثم يؤتى به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، فيقول: من هذا؟ ما هذه الريح الطيبة؟ ما هذه الروح الطيبة؟ فيقول: فلان ابن فلان، فيفتح له حتى يبلغ السماء السابعة، تحمل هؤلاء الملائكة، تحمل روحه إلى السماء السابعة، فينادي مناد: أن أعيد عبدي إلى الأرض، منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى، فيعود إلى قبره، فيأتيه ملكان منكر ونكير فيقعدانه، ثم يسألانه: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. فينادي منادي: أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة، ثم
يفسح له في قبره فيرى مكانه في الجنة، فيقول ربي أقم الساعة. هذا العبد المؤمن بخلافه العبد الكافر. فهذا هو العبد المؤمن، هذه بشارة يبشر عند موته. وكيف تخرج روحه ويصعد بها إلى السماء حتى يكون في القبر حتى يختم له بعد ذلك في جناته النعيم. هذه البشارات التي يعطيها الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين.